حبيبي الاكل بتاعك اهو. نو مامي، لا ده لا نو. بقولك ايه، مفيش غير هو المام ده، المام التاني انسى يا حبيبي، انت كبرت دلوقتي مالكش عندي غير سنتين، انت فاهم؟ مام والله يا اخويا لو عملت ايه، لو اتنططت شبه القرد كده، مفيش غير المام ده. ايه يا ست انت بالراحة، عيل صغير. مفيش بالراحة، هو انت بتحس اللي انا بحس بيه؟ سيبني في حالي يا اخويا، ابنك فاكرني جاموسة. انت جاموسة اصلا؟ بتقولي يا حماكشة؟ بقول اللي انت شايفاه براحتك. اه ماشي، المدة بتاعته كان السنتين وخلصت، عقبال المدة بتاعتك اما تخلص. اه مام يا ماما مام. ولا قلت لك الماما ها؟ انت ايه؟ بقولك ايه، انا رايحة الشغل، انت صدعتيني انت وابنك. اهرب يا حبيبي، يعني انت عمرك شلت معايا مسؤولية؟ انت بس بتتفرج وخلاص، فلح بس انت وامك، تقعد تقولي مش عارفة تبطليه رضاعة لحد دلوقتي، مش عارفة تخليه يقعد على البوتي، مش عارفة تعملي له ايه، مش عارفة تنيميه بدري. خلاص ياما رايح الشغل، انت كده هتعطليني. مع السلامة. معاك ربنا بقى يا حبيبي. لا والله، ليه سايبه مع ابو رجل مسلوخة؟ يلا ولا تعالى كله وخلصني. برافو عليك شاطر، ايوه كده كل عشان تكبر. ماما زازق. وبعدين بقى انا قلت عليك ان انت شاطر، زازت ايه، انت كبرت خلاص. انت عايز ستك القرشانة تقعد تتريق عليا؟ كل يا حبيبي ربنا يهديك. شاطر يا حبيبي. الحمد لله خلصنا من فترة الرضاعة، ندخل بقى على البوتي. ماما بي بي ماما بي. يلا حبيبي طب نروح الحمام بسرعة. لا ماما نو نو. ايه لو عملت على نفسك، بص هقطعك حتت. يلا ولا قدام على الحمام، عارف لو زروطت الدنيا هنا ولا بوظتلي الدنيا نهارك اسود. يلا قدام على الحمام. يلا يا حبيبي شاطر اعمل. يلا بي بي. ماشي يا حبيبي اعمل، عايز تعمل بي اعمل، خايف من ايه؟ معلش يا حبيبي، يلا حاول بس، حاول خليك شاطر. عارف لو عملت بيه هنا اهو في البوتي هعمل لك ايه؟ هجيب لك كوره كبيره. كوره؟ ايوه كوره يا حبيبي. عجله؟ عايز عجله. انا عايز عجله مره واحده من عينيا، بس انت اعمل في البوتي هنا وانا اجيب لك اللي انت عايزه. تعبت بقالنا ساعه واقفين يا ابني، اعمل حرام عليك. بقالك ساعه عمال تقول وما بتعملش حاجه. يلا عشان العجلة هجيب لك العجلة. ايه ده برافو عملت اهو. ايه ايه عجلة؟ ايوه ده انا هجيب لك احلى عجلة. يوسف يا حبيبي انا جايبه لك هدية. دية؟ دية ايه؟ ايه دي؟ عجلة. ايوه شفت، انا جبت لك اللي انت عايزه اهو علشان انت شاطر وبتسمع الكلام. ايه ايه؟ الحمد لله عدينا مرحلة البوتي. يوسف يا حبيبي اجيب لك مام؟ نو نو ماما نو. يا عيني يا ابني ماكلش اليوم كله. فين انت قاعده كده ليه؟ يعني انت مش عارف ان ابنك بيسنن وسخن وتعبان؟ انا مش عارفه اعمل ايه يا حموكشه، اديت له علاج ودواء سخنيه ومفيش فايده، الولد مش راضي ياكل من الصبح. معلش حاولي معاه كده واحده واحده، مرحله التسنين دي مرحله صعبه قوي. معلش اهو كله بيعدي علشان انت متفرج، مش في الحكايه زيي ولا زي الولد المسكين ده. انت ما عندكش بس غير معلش وحاولي بس. الله انت عايزين اعمل ايه يا بنت الناس؟ اقعد جنبه يعني ما اروحش الشغل؟ لا تقعد جنبه ايه، هي ناقصه مش كفايه هو؟ يعني انت عايزه ايه دلوقتي؟ روح كده اسال الدكتور على اي حاجه تفتح نفسه تخليه ياكل، وانا كمان عايز اكل، جيب لي اي حاجه كلها، انا مش عارفه اتحرك، الولد طول ما هو تعبان وبيسنن عايزني افضل شايلاه كده اهو. حاضر يا ستي. استنى يا حموكشه، عايزه ايه؟ انا عايزه اعمل حمام، خدش لابنك شويه والنبي. ماشي هاتيه. روح يا حبيبي يلا لبابا. نو بابا نو. معلش انا هروح الحمام اعمل بيه زيك كده اهو واجي بسرعه. نو ماما نو. وبعدين بقى اعملها على نفسي يعني؟ بقول لك ايه يا حموكشه، هو ينفع اعملها في البوتي؟ اه ينفع، هروح اجيب لك البوتي بتاع يوسف. اللي ليه اتجننت؟ معاك بتقول اتجننت، هو انا لاقي حل تاني يعني؟ اعملها على روحي ولا اعمل ايه؟ انا مضطره استحمل وخلاص. لا 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 لا، الحمد لله عدينا مرحلة الرضاعة والبوتي والتسنين، الواحد دلوقتي يبدأ بقى يعيش حياته. اه يا بطني، بطني وجعاني كده ليه؟ بقالي كذا يوم بطني وجعاني. ايه يا تنكة مالك؟ بطني وجعاني يا حموكشة، مغص جامد قوي مش قادرة، بقالي كذا يوم كده. طب ايه، تيجي نروح للدكتور؟ اه والله بفكر اروح للدكتور اشوف في ايه، مغص جامد مش مستحملة. خلاص يلا حضري نفسك ونروح. خلاص ماشي.
ايه يا مدام بتشتكي من ايه؟ عندي مغص يا دكتور، بقاله كذا يوم في بطني كده، ايه بصلين بتتقطع ومليش نفس الاكل ولا شرب ولا اي حاجة، ومش طايقة ريحة اي حاجة. لا عال عال، تمام هنشوف في ايه. مبروك يا ست الكل، انت حامل. ايه؟ حامل؟ حامل مين؟ اكشف تاني، اكيد انت غلطان. لا يا ست مفيش غلط ولا حاجة، انت ايه زعلانة ولا ايه؟ ايوه طبعا زعلانة، انا لسه مخلصة مرحلة الرضاعة والتسنين والبوتي، وقلت استريح شوية، والزن والعياط والسهر وقلة النوم، والواحد كان بيقعد بيعفن من قلة الاستحمام عشان مش عارفة اقوم اتحرك من جنبه. تقولي حامل؟ ده انا كنت باكل وانا قاعدة جنبه، وبنام وانا قاعدة، وكمان كنت بحبس البيبي مش بعرف اروح اعمل بيبي عشان خاطره، في الاخر تقولي حامل؟ معلش يا مدام ده حال الدنيا، وبعدين مش ذنبي، انا مالي، انا كنت فاكرك هتفرحي. افرح؟ مش دلوقتي ابدا، كان مفروض تديني مهلة لحد ما انسى كل اللي انا عديت بيه، بعد كده ممكن افرح. ده ملحقتش افرح يا دكتور، ملحقتش استريح، وكل اللي انا بقوله لك ده كوم وكلام حماتي كوم تاني لوحده، في الرايحه والجايه تتريق وتتنوز عليا وتقولي مش عارفه تبطلي رضاعه، مش عارفه تخليه يعمل بوتي، مش عارفه تعمليله مش عارفه ايه، لما بص بتخليني مش طايقه روحي. ما يعرفوش يا دكتور ان كل عيل يختلف عن العيل التاني، مش لازم كله يعمل بوتي مع بعض ويبطل الرضاعه مع بعض ويعملوا كل حاجه مع بعض. انا غلطت افهمها؟ مفيش فايده، ده غير الجيران والناس والرايحه والجايه. يلا حرام عليكم، كنت تدوني فرصة استريح وانسى. ما كنت تديها فرصة يا اخي تنسى.